بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع رسم الهندسة يا باشمهندسين المتعلمين بتوع المدارس، عايزين نبدأ نرسم الأيزومتريك للرسمة الجميلة اللي معانا ديت. توكل على الله، محتاجين نجيب الدايمنشن بتاعتها، ومحتاجين إن احنا نجيب مثلث 30 60. طول الرسمة ديت 63، الارتفاع دوت 30، السون كده كده 10، يعني دي 10 و10 و10، تمام. عشان لو جبت لك دي دلوقتي هتلاقيها برضو 10، الحتة الصغيرة دي هتلاقيها 3، يبقى دي كلها 13، تمام. طيب ده كده 30. كل اللي احنا عايزينه دلوقتي طبعا لما نجيب من هنا لهنا ليها 20، ان منتصف الخط ده، ده كده في المنتصف هتلاقيها 5. كل احنا عايزين نجيبه ده العرض بتاع الرسمة دي كده، العرض ده، العرض ده كده. احنا جاهزين ان احنا نرسم الايزومتري، يلا بينا يلا بينا، توكلنا على الله. نروح نجيب مثلث 30 60، نتوكل على الله ونبدأ نرسم الايزومتريك. رقم واحد، هرسم المكعب او الشكل، المستوى ده هو ده اهم مستوى عندي. بعد ما ارسم المستوى ده احوله ل 3 دي. دي 63، اقف كده امشي كده، ثلاثة وستين، اطلع كده مسافة 30، اجي كده مسافة 30، انزل كده 10، اجي كده 20، انزل كده 10، امشي كده ايا كانت المسافة، اطلع كده فوق 13، امشي كده 10، انزل كده الجزء الباقي اللي هو هيبقى جزء مشترك ما بين الاثنين دول، تمام. هاخد العرض اللي هو 26 دوت، كده اطلع كده رأسي، خلاص كده بقت عبارة عن مجموعة تقاطعات. يعني لو فضلنا بس نعمل كده بس هتلاقي ان الدنيا كلها اترسمت بدون طول، يعني كل ده كده بدون أطوال. ما لا تخف، لا تخف ولا تحزن، إن الله معنا، اللهم آمين يا رب العالمين. خلاص هدي بقى كده مع ده، هدي كده وانزل بيه لتحت عند تقاطع الاتنين دول مع بعض، هات البعد التالت ده، هات مع اللي تحت خالص اللي هناك، أيوة اللي هو ده، بعد كده عنده اطلع لفوق اللي هو مع ده، بعد كده ارجع بيه تاني لده، بعد كده خد من ده اطلع بيه تاني لفوق، بعد كده خد من ده اوصل بيه كده للآخر، الرسمة خلصت. اقطع الخطوط الزيادة يا باشمهندس يا متعلم يا بتاع مدارس. والخطوط اللي مش هتتشاف برضو امسحها او اقطعها، اعمل فيها اللي انت عايزه. الخط ده مش هنشوفه، الخط ده مش هنشوفه، الخط ده الجزء ده مش هيتشوفه، خلاص كل ده المفروض انه مش هيتشاف، مش هيتشاف، الخط ده مش هنشوفه، الخط ده مش هنشوفه، الخط ده مش هنشوفه. شوفوا الحاجات دي مش هنشوفها، لكن دورها كان اساسي. ده في ناس كده، في ناس مجهولة ولكن الناس متعرفهاش، لكن دورهم اساسي عند ربنا كبار وعظام. في حديث كده عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه صلى الله عليه وسلم: رجل اشعث اغبر لا يؤبه له، لو اقسم على الله لابره، محدش عارف، لكن لو دعا دعاء كده ولا سال ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يبر قسمه ويستجيب دعاءه. فتخيل يعني. طيب المهم الخط ده، الاثنين مهمين بس ده مهم وده مهم، الأهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الخط ده وده 16، 16 ده يعني ده الخط المايل. خط المايل ده يا شباب هيبدأ من هنا، عشان هناخد شكل حرف اليو ده اللي هينتهي عند الخط ده. دي 16 يبقى دي 8،
نص خط الدايره دي، ومن فوق هنا هتبقى 8، بس لغايه فين؟ عند نص الخط ده، يعني دي 5 عند النص ده كده. هقف هنا كده، ايوه، واروح رايح واخد خط الميل ده بقى، شايف المستوى الزاويه دي كده؟ بس هو ده كل الموضوع، هو ده كل اللي انا عايزه، مش عايز اكتر من كده، بس كده. خدت بالك؟ طيب نفترض انك خدت بالك، هات لي ده كده راسي، هات لي ده كده راسي لتحت. بص بقى انا بعمل ايه، ركز معايا، وهات لي ده كده، وهات من ده كده، ماشي كده للاخر، شايف النقطه دي؟ ايوه، اطلع بيها كده، شايف الخطوط اللي مش هتتشاف دي؟ هي دي الخطوط المهمه. بس خدت بالك؟ بس الله يجازيك خير، الله يكرمك، كل ده يعني مش عارف كنت اقول لك ايه، بس كنت شايل همك كده. الدنيا بقت تمام التمام، كل ده كده مش هيتشاف، مش هيتشاف، خلاص الخط ده اللي هناك صح الصح كده، تمام يا شباب، تمام. في عندنا بقى فتحة موجودة فوق هنا اللي هي التمانية دي كده، عايزين نفتح الفتحة اللي هي التمانية دي كده، ركز معايا، اوعى تسرح مني. يبقى نصها كام؟ نصها 4. خد بقى نصها 4 دي، امشي بيها 10 يمين و10 شمال، يعني 10 كده، وعرضها كام؟ قلنا 8، وارجع ال10 دي تاني، وانزل كده ال5 دي. انا ممكن انزل 5 ممكن منزلش، بس انا هقول لك انزل 5 دلوقتي عشان نخلص منها، وانزل ال5 دي كمان عشان نخلص منها، تمام؟ تمام. بص بقى كده الفتحة اللي هناك دي كده خلصت، اللي هي اللي هنا دي كده، وده كمان المفروض ان هو ايه، خلص. المفروض ان في خط رأس هينزل هنا كده برضو، كده خلصنا منه. ناقص لنا بقى باقي الفتحة اللي هنا دي، اللي هي المفروض هتبقى كده، همشي كده مسافة كام؟ 10، والمفروض انزل بيها للآخر تحت، ماشي؟ طيب ازاي بقى انزل بيها لغاية الآخر تحت؟ بص امشي كده 10، وانزل بيها كده لغاية الخط المايل بس، وعند الخط المايل هات آخرها، يبقى هو ده بداية الخط دي كده، يبقى ده كده أوله وآخره، فهمت حاجة؟ إن شاء الله هتبقى فهمتني بإذن الله. هتاخد ده كده على خط الميل، أيوة، الله يبارك لك. بس عايز تجيبها هناك صح الصح، هاتها كده، وهدي كده، وهدي كده، بس وهدي كده. شفت خط الميل انا جبته ازاي؟ خلاص دول كده يا باشا انا مش عايزها، خلاص كتر خيركم، تعبناكم معانا. الخطوط اللي بيبقى ليها وظيفه وتمشي دي، هي دي اللي بتعمل الخطوط الكبيره. الرسمه خلصت ولا مش خلصت؟ الخط ده احنا مش شايفينه، ايه اللي جابه هنا يا شباب؟ في اي سؤال كده عندك؟ الرسمه جميله 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 جميله، وتحفه تحفه التحف كمان، يعني معرفش لو غيرت اللون انك تبقى مرتاح ولا لا. حلو، توكلنا على الله، اللهم لك الحمد لك الشكر. ساعدوني يا شباب في مساعدة الناس، انشروا الفيديوهات بعد اذنكم، الله يجازيكم كل خير، الله يبارك لكم، يعني ادعوا لي وادعوا لابويا وامي، الله يجازيكم كل خير، ربنا يرحمنا ويغفر لنا ويسامحنا ويعفو عنا ويتجاوز عن سيئاتنا، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.